في ظل مخاوف المواطنين بسبب فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال منعا للتجمعات وحفاظا على الحالة الصحية للمواطنين، يستمر صناع الدراما في مصر بتصوير مسلسلاتهم للحاق بالموسم الرمضاني حتى وإن اخترقوا القوانين وصوروا أثناء حظر التجوال. وتقدم محمد سمير إبراهيم المحامي بالاستئناف العالي بإنذار ضد نقيب المهنة التمثيلية الفنان أشرف زكي، وطالبه بإيقاف تصوير كافة الأعمال الفنية والالتزام بقرار الدولة بحظر التجوال وغلق مدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى الاحتفاظ بحق الدولة في تطبيق قوانين حظر التجوال بأثر ربعي على كافة الأعمال التي يثبت أنه تم تصويرها أثناء فترة الحظر وفنانيها، والاحتفاظ بالحق في الدعاء المدني عن الأضرار التي تعرض لها العاملين في الأعمال الفنية. وكتب في الإنذار أن هناك تصريحات للفنان أشرف زكي أكد بها على عدم اتخاذ النقابة أي قرار بإيقاف الأعمال الفنية، وأنه بذلك ضرب بعرض الحائط القانون لما يصورون صناع الدراما أثناء حظر التجوال، ويناشد بإيقاف التصوير حفاظا على سلامة الفنانين وتطبيقا للقوانين. ويرى المحامي محمد سمير أن إيقاف تصوير الأعمال الفنية لن يكون أقصى علينا من غلق المساجد والكنائس والأعمال وإيقاف أرزاق بعض المهن وتوقف حياة البعض. وفي وقت سابق فقد اعترض المحامي محمد سمير إبراهيم على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وذلك لاتخاذه قرارا بمنع التعاملات مع مطربي المهرجانات في الفترة الماضية ورفع عليهم دعوى قضائية.